مصرية على موقع مارادونا. والله يا خالتي ناس أندال ما شفتش منهم راح أخصامي قدامي شفافة بيبقوا في الحال كل شمال ونفسه دجرناح المرنج والفنان مريدكشن. احتارت منكم يا ولاد آدم وجبت آخري خلاص لابسين وشوش ما يتعشروش ما بين كل الناس في مومي بموت أنا مش مبسوط عايش ببكي على حالي الحظ زانتني وكله سايبني وراح خلاص لا ماليش صحاب بشكليات عالرب مركونة قالوا هترنات مفيش إخوات أرقامي محظورة قدامه بتكشوا وبتخافوا وعينيكوا تكون مكسورة يوسف مزيكا ده أسطورة على طول دايما في الصورة لو جيت في مشاكل بتاكل ده أنا هلعب بيك الكورة والله يا خال دي ناس أندال ما شفتش منهم راح بيبقوا في الحال كل شمال ونفسه ده وجراح معرفة بخسارة أصحاب غدارة بيعين ومش شارين همسك لكو كتر انتو في خطر ولا أربعين هتبقى علي أنا هبقى عليك وهشيلك جوا عيوني هتعافر ياض قدامي هتموت هقلب عليك بجنوني أخصامي قدامي شفافة ده عيال أصلا خوافة نبدأ رجلان ماشيين بكلام ابعد عني تجول جوا مني ساب تأثير وما كانش بإيدي إن أنا حبيتها وخدت بإيدها زمان راحت وسابتني وخد عيدني وعبان العنوان الخوف جوايا ملوش نهاية وعايز جوايا كتير من برا حكاية ملهاش نهاية وقلبي يا ابن رميه أنا عشت بضحي بشيل مش بحكي وعمري ما قلت الآه ده أنا دمعي فضحني محدش شافني ورجعوا وقالوا بخير أخصامي جايز دول